يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة مرفق بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصر المختار تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب فليفزأن فسعيه كسراب هاتيك أم المؤمنين فضلها يروى لنا في سورة الأحزاب يا أم إني قد كتبت دافعا والدمع مني كالندى المنساب من ذا يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب يا من زعمتم حب آل نبيكم أفلت